صباح الخير مشاهدي الكرام صباح إن شاء الله يكون طيب على الجميع بداية العمل الأسبوعي الجاد بداية أسبوع جاد إن شاء الله المنطلق نحو تحقيق أهداف مضيئة بداية مشاهدي الكرام رح نطلع عليكم من خلال نافذتنا أخبار دوت نت معكم رعد الرقاد ومجموعة من الأخبار العربية والمحلية وأيضا الدولية رعد صباح الخير صباح الخير زميلتي تفضل راعد الوقت معك تفضل. آه بسم الله نبدا وعلى الخير دائما نلتقي اعزائنا المشاهدين صباح الخير من الاردن والى الاردن والى جميع اعزائي المشاهدين اينما كانوا داخل حدود المملكه الاردنيه الهاشميه وايضا اعزائي المشاهدين خارج حدود المملكه الاردنيه الهاشميه اخبار دوت نت مجموعه من الاخبار المحليه والرياضيه وايضا الفنيه وايضا مجموعه من الاخبار حول العالم طبعا راح نبدا معكم اولى اخبارنا الصباحيه باخبار محليه نبدأ نجاح أول عملية نقل مريض بالإسعاف الجوي. صر حيث تم يوم أمس نقل أول حالة في الأردن بالإسعاف الجوي بواسطة مراكز الإسعاف الجوي الأردني لمريض روسيا الجنسية. قدم إلى الأردن في جولة سياحية وكان في مدينة العقبة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية في الطائرة ومن ثم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة في عمان. ويذكر ان هذه الخدمه التي يقدمها مركز الاسعاف الجوي تاتي تنفيذا لتوجيهات جلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حيث تبرع جلالته بطائرتي هليكوبتر مجهزتين بالكامل لتقديم خدمه الاسعاف الاوليه وباعلى المواصفات العالميه حيث حيث تعد هاتان الطائرتان كمستشفى متنقل لنقل المرضى الى في اقرب مستشفى وايضا في اسرع واقصر وقت ممكن في ايضا لاسعاف المرضى وايضا جرحة إذا كان هناك حوادث سير لا قدر الله وهذه خدمة رائعة وامبارح كانت أول عملية نقل لمريض من مدينة العقبة إلى عمان وايضا من اخبارنا المحليه اصطياد سمكه قرش تزن 107 كيلوغرام في العقبه ايضا تمكن اثنان من هواة صيد الاسماك في العقبه من اصطياد سمكه قرش من نوع قصف تزن حوالي 107 كيلوغرام وقال احد من الهواة ان هذا النوع من سمك القرش المفترس النادر في الوجود في البحر الاحمر من القفز لمسافه تصل الى 12 متر وايضا يتراوح وزنه من بين 90 الى 130 كيلوغرام وأضاف أنه هو وصديقه تمكنا من اصطياد السمك في منطقة الغزير والتي تقع بين العقبة وطاب إلى أنهما تمكنا من السيطرة عليها بعد ساعتين ونصف من الوقت ونذهب إلى الزراعة تنصح بتأخير قطف الزيتون نصحت وزارة الزراعة ومزارعين الزيتون بتأخير قطاف ثمار الزيتون لهذا العام إلى حين نضوج الثمار وتغيير لونها كلا حسب صنفه وخصوصا في المناطق المرتفعة وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور نمر حدادين أن دور الوزارة يقتصر على تحديد موعد فتح المعاصر من الأول من تشرين الأول من كل عام رغم أنه كان في خمس 15 تشرين الأول من كل عام لكنها تحددت يوم واحد تشرين الأول بطلب من المزارعين وأصحاب المعاصر لأن هنا هناك انواع من الزيتون تنضج بسرعه معتمده على النوع المياه والري الموجوده في مزارع الزيتون ونذهب الى اخبارنا الرياضيه الصباحيه منتخب النشامى يفوز على منتخب العراق يوم امس بثلاثيه نظيفه فاز المنتخب الوطني لكره القدم على نظيره المنتخب العراقي بنتيجه 3-0 مساء يوم امس السبت في المباراه التي جرت على استاد عمان الدولي وتاتي هذه المباراه في اطار التحضيرات الفنيه التي تسبق المواجهات المرتقبه التي تجمع منتخب النشامى مع نظيره الاسترالي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات المجموعه الثانيه التصفيات المزدوجه نهائيات كاس العالم وايضا نهائيات كاس اسيا 2019 حيث يملك المنتخب الوطني سبع نقاط فيما يتصدر المجموعه المنتخب الاسترالي بتسع نقاط ونذهب من الاخبار المحليه الرياضيه الى الاخبار العالميه الرياضيه ونذهب الى النادي برشلونة يتفاجأ يوم أمس من إشبيليا بثنائية ويلحق, ويلحق به الخسارة حقق نادي إشبيليا فوزا ثمينا على حساب ضيفه برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم وأيضا من الدوري الإسباني ريال مدريد يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد شهدت تمرينات نادي ريال مدريد وكان التمرين الاخير قبل مواجهه اتلتيكو عند تعافي سيرجيو راموس وايضا جاريث بيل اللذان بامكانهما خوض المباراه اليوم مع اتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الاسباني وقد يغيب اللاعب رودريغيز عن اللقاء حيث لا يزال يجري تمريناته بشكل فردي في اطار خطته للتعافي من الاصابه العضليه في قدمه ونروح لاخبار الفن والفنانين والاسبوع الماضي جميع شبكات التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك كان خبر خطوبه الفنان محمد عساف ولكن محمد عساف يعلن موعد زواجه من الاعلاميه لينا قشاوي كشف الفنان محمد عساف في أول تصريح له بعد إعلان خطوبته على الإعلامية الفلسطينية لينا قشاوي أن موعد زفافه سيكون العام القادم في فلسطين لافتا أن الحفل لن يكون شيئا عاديا وأقام عساف, عساف حفل الخطوبة وكان حفلا بسيط في العاصمة عمان بحضور الأصدقاء والأهل ورأى عساف أن الهدف من الزواج هو الاستقرار وممارسة حياته الخاصة قبل ان ياخذ ياخذه الفن بعيدا وينسى حياته الاجتماعيه والشخصيه كما بارك لنفسه باغنيه مبروك عليك يا عريس مبروك والف مبروك على الفنان محمد عساف وكل التوفيق. ونذهب الى اخبار التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتيح مستخدميه خاصه نادره. يختبر موقع فيسبوك حاليا خاصية تسمح للمستخدمين بوضع مواد فيديو قصيرة قابلة التكرار لا تزيد عن سبع ثواني كبديل عن صورة البروفايل الخاصة بحساباتهم، وسيتم عرض الفيديو عند زيارة اصدقاء المستخدم لصفحته الشخصية ولم ولم يتم تشغيل الصوت المصاحب للفيديو الا عند الا عند عرض الفيديو على شاشة كاملة. وننهي اخبارنا الصباحيه في هذا الصباح عروس تطلب ثمن العشاء ممن تخلف عن حضور حفل زفافها حيث تفاجات سيده بعد اسبوع من عدم حضور زفاف احدى صديقاتها بفاتوره وحدد وجبتين عنها وعن زوجها واضافت ان الفاتوره ارفقت بملاحظات تفيد بان المبلغ يمثل تكاليف العشاء التي اضطر العروسان على دفعهما بسبب تخلف حضور حضرتكما عن الالتزام بالحضور، لذا يتوجب عليكما تكفل بمصاريف وجبتكما علما كان مكتوب على دعوه العرس الرجاء التبليغ عن الاعتذار عن الحضور، وهذه السيده الامريكيه طلعت من خرج الاخوان اللي ما راحوا على العرس بدها تدفعهم حق وجبه العشاء وقبل ما انهي فقرتنا الصباحيه بدي احكي عن المنخفض الجوي القادم الارصاد الجويه أه تؤكد ان يوم الثلاثاء سوف يكون يوم مطري وايضا اكد مدير عام دائره الارصاد الجويه المهندس محمد سواوي ان هذا الموسم المطري سيكون موسم خير ان شاء الله وسوف تتاثر المملكه من مساء يوم الثلاثاء في هذا المنخفض وبصراحه حاولنا نتصل بدائره الارصاد الجويه بس للاسف ما جاوبونا وفي نهايه فقره الصباحيه راح ارجع الى زميلتي سمر وايضا فخر لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد شكرا رعد يعطيك العافيه وصباحك ان شاء الله طيب